تذكرون هذه الصور جيدا، يوم فاض نهر الغدير ودخلت المياه منازل المواطنين في حي السلم، ويوم غرق المواطنون في نفق المطار على الرغم من الأمطار القليلة عام 2013. حتى منذ أسابيع غرق المواطنون على مدخل المطار. أما وقد دخل لبنان فعلا زمن العاصفة زينة، فإن اللبنانيين يتخوفون من تكرار المشهد عينه. المواطنون في حي السلم يعربون عن خشيتهم من فيضان جديد لنهر الغدير عندما تصل العاصفة إلى ذروتها. الجولة تحت الأمطار تظهر النفايات المتجمعة في بعض نقاط النهر. إيه خايفين، لأنه بيجرفوا بترجع العالم بتكب زبالة، وبدك تطلع بعد مش عاملين، يعني عاملين شناجات بس مش الشناجات المضبوطة. يعني قدام صالوناتنا قدام أشغالنا عم نحط كيسان عم نحط حجار، ويمكن يصير أعظم من هيك لأنه حيطان النهر كلها شائلة وببعض المناطق عم تشلق، فإذا ما عملوا لها حيطان دك في احتمال بعض البيوت توقع وتفوت المي عليها مثل ما في قدام بيوت واقعة. طلع صور هنيك كل منهم عم يعطوا إكرات عم يضايقوا على النهر كل منهم عم يفوت على العالم. في مقابل هذا القلق لدى أبناء حي سلم، تبدو بلدية الشويفات ووزارة الأشغال مطمئنتين إلى عدم تكرار مأساة عام 2013. عملنا على تنظيف نهر الغدير، وبالإضافة لورش التنظيف بعد ما انتهيت عندنا ورش طوارئ على النهر موجودة بانتظار أي طارئ. ولحد هلأ قديش صار جاي شتاء الحمد لله ما صار أي مشكلة، ونحن كبلدية عاملين حالة طوارئ، وحتى آلياتنا يعني أي شيء بيحصل بيتصلوا فينا من تحت من منطقة نهر الغدير. هذا الاطمئنان لدى وزارة الأشغال ينسحب على المطار ونفقه. بالنسبة لموضوع نفق المطار كمان نحن كان في اتصال مع الشركة اللي مشغل النفق، وعم في تعاون نحن وياهم، وهن عم بيحلوا الإشكالات اللي كانت موجودة إلى قدر المستطاع. بالنسبة لموضوع ندخل المطار صار في عندنا نقطة فيها ضعف بتصريف مياه الأمطار، استحدثنا إلى مثل بديل وتنفذ مبدئيا وإن شاء الله يكون مش الحال. مع تأكيد الوزارة جهوزية فرقها ساحلا وجبلا، تبقى يد اللبناني على قلبه خوفا من أن تكون العاصفة أقوى من إمكانات فرق الطوارئ.